وينضم الينا رئيس قسم الابحاث في مجموعه اي كيو تي السيد رائد الخضر. اهلا بك سيد رائد. الله عبد العزيز. بدايه، الجميع يترقب قرار الفيدرالي الامريكي، برايك هل ترجح تثبيت اسعار الفائده كما تميل معظم التوقعات، خاصه واننا لا زلنا بعيدين عن المستوى المستهدف من التضخم ب 2%؟ طبعا الاجتماع الفيدرالي الامريكي اللي راح ينطلق اليوم ونتائجه تصدر يوم غد، التوقعات حتى الان تشير الى انه تثبيت اسعار الفائده وممكن نهايه دور تشديد السياسه النقديه من قبل الفيدرال الامريكي، وبالتالي تكون مستويات ال 25 هي اعلى المستويات لاسعار الفائده. ولكن اعتقد البيانات الاقتصاديه اللي صدرت من الولايات المتحده الامريكيه حتى الان تعزز امكانيه انه يكون في عندنا رفعه اضافيه ب 25 نقطه اساس من قبل الفيدرال الامريكي. ربما بيانات اليوم التضخم التي ستصدر مؤشرات اسعار المستهلكين الامريكي اذا اظهر انه التضخم بدا يتراجع كما هو متوقع عند ال 4.1، ممكن تصدر القراءة اليوم من 4.9 في قراءته السنوية، أي قراءة دون ال 4.1 ممكن أن تشجع الفيدرالي أنه نوقف عملية تجديد أسعار الفائدة ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر والبحث عن إبقاء أسعار الفائدة ربما لثلاثة أشهر أو أربعة أشهر مستقرة دون أي تغيير قبل أن تظهر علامات ضعف في الاقتصاد، وبالتالي ربما الحاجة إلى تقليص أسعار الفائدة بعد ذلك. نعم. فيما يتعلق السيد رائد بالولايات المتحدة، كذلك عجز الموازنة بلغ 191% مقارنة بالعام الماضي، برأيك كيف يمكن قراءة هذا العجز؟ الاقتراض الكبيرة هي التي سببت بشكل كبير أن يكون في عندنا هذا العجز، مستويات الفائدة المرتفعة إجمالا والإفراط في الاقتراض الذي كان في الفترة الماضية كان يعني سبب الأرق للاقتصاد الأمريكي ورفع سقف الدين عقب ذلك، والتحكم ربما أكثر بعد قرار تعليق سقف الدين أنه يكون في عندنا يعني ترشيد نوعا ما في عملية الأنفاق الحكومي في الفترة القادمة، ربما ذلك قد يساعد في عملية تقليص العجز. ولكن أيضا في نقطة مهمة جدا اللي هي أنه يكون في عندنا بأسعار فائدة أقل مما يقلل من التكاليف في الاقتراض إجمالا، خاصة وأننا تجاوزوا ملف سقف الدين بصعوبة بالغة، هل هو مرجح للارتفاع خاصة في ظل أسعار الفائدة المرتفعة واستمرار الاقتراض كما ذكرت؟ يعني الميزانية اللي بنسميها نحن البالونية للميزانية الفيدرالية أعتقد كبيرة جدا، يجب أن التخفيف وبدء سداد بعض السندات بشكل أكبر وتقليص عملية الاقتراض ممكن يساعد بشكل كبير أن يكون في عندنا تقليص في هذا العجز. ولكن العامل الأبرز على ما أعتقد هو إنهاء عملية تشديد السياسة النقدية والبحث عن إمكانية تقليص بأسعار الفائدة مع نهاية تعاملات هذا العام سوف يخفف بشكل أكبر من العجز في الميزانية، وسوف يساهم بطريقة أو بأخرى بتحفيز الأعمال التجارية في الفترة القادمة. نعم. إذن السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إي كيو تي كنت معنا، شكرا لك.